في الطبعة الجزائرية الأولى للدراسة سيو سيرفي التي أنجزتها الهيئة الاستشارية الدولية PwC، نقف عند توقعات وتوجهات رواد ورجال الأعمال، حيث تؤشر النتائج إلى فترة واعدة للاقتصاد الوطني. وقد كشفت النتائج المحصل عليها أن مسيري المؤسسات في الجزائر واثقون من آفاق النمو الاقتصادي في البلاد. نغوص في تفاصيل هذا الاستطلاع لنستخلص الأبعاد الحقيقية لتوقعات رواد الأعمال، ليأتي العنوان العريض للدراسة تحولات عملياتية ومؤشرات اقتصادية إيجابية. صناعة المعادن في الجزائر قطعت أشواطا كبيرة. اليوم الجزائر تعتبر من أكبر المنتجين للمعادن، لتنتقل من وضعية الاستيراد إلى أكبر المصدرين بنوعية عالية. نشيد برعاية رئيس الجمهورية وحرصه على مرافقة المتعاملين الاقتصاديين بتحسين مناخ الأعمال والامتيازات المقدمة. من جهة أخرى، يكشف المسح عن الإمكانيات التي تتمتع بها الشركات الجزائرية ب50% من الشركات التي شملها الاستطلاع، لديها أكثر من 500 موظف و16% منها تسجل مبيعات سنوية تفوق 100 مليون دولار. اليوم يوم مهم، مهم في الاقتصاد الجزائري، لأن اليوم شفنا لأنه مؤشرات إعادة الثقة للمتعاملين الاقتصاديين هما مؤشرات يعني في الأخضر، ونجم نقول لكم يعني من أعلى المؤشرات اللي اندارت يعني بارابار توت لا ريجيون. بما أنه المقتضيات يعني اليوم تتحدث على تصدير الطاقة الخضراء، وبالتالي اليوم راح صنع الغاز عن طريق يعني الخط البحري اللي إن شاء الله هنقوم بإنجازه في السنوات القادمة، راح تكون مصدر للطاقة الخضراء بامتياز. مجمع سونارام قد بدأ في تحقيق الاستثمارات لتمويل هذه الشعبة بالمواد الأولية. الاستطلاع يبرز الثقة التي بات يلمسها المسيرون الجزائريون في قدرة شركاتهم على تحقيق نمو خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث أن 87% منهم متفائلون بمستقبل الاستثمار ومناخ الأعمال في الجزائر.